السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام والمسيحية الجزء الثاني. وجهة النظر المسيحية: المسيحية ترفض أي وحي تالي مناقض أو مؤتمن بما أعلنه المسيح، فإن الله لا يتراجع أبدا عن هباته ودعواته. أغلبية المجموعات المسيحية تقبل وحي خاص بعد المسيح يكون غير ملزم بشكل عام ومثبتا لما أعلنه المسيح. خلال القرون الوسطى المبكرة والمتأخرة، كانت الصورة الطاغية للعلاقات الإسلامية المسيحية هي علاقات حروب عسكرية، وهو ما نجم عنه أن تكون حصيلة الأدب الأوروبي والفهم المسيحي عامة تجاه الإسلام تشوهها بدرجة كبيرة وعدائية، لا سيما التخوف الذي جسده التهديد العثماني لأوروبا. بكل الأحوال، فإن الكنيسة كسلطة رسمية لم تصدر أي وثيقة رسمية بخصوص الإسلام حتى 1965، حين أعلنت وثيقة في عصرنا ما يلي. وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضا إلى المسلمين الذين يعبدون معنا الإله الواحد الحي القيوم الرحيم، ضابطا الكل خالق السماء والأرض المكلم البشر، ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم لأوامر الله الخفية، كما يخضع له إبراهيم عليه السلام الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسلامي. وهم يجبلون يسوع كنبي ويكرمون مريم عليه السلام أمه العذراء، كما أنه يدعونها أحيانا بالتقوى. علاوة على ذلك، أنهم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشر القائمين من الموت، ويعتبرون أيضا الحياة الأخلاقية، ويؤدون العبادة لله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم. وإذا كانت قد نشأت على مر القرون منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين، فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي وينصرفوا بالخلاص إلى التفاهم والمتبادل، ويصونوا ويعززوا معا العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والحرية الفائدة بفائدة جميع الناس. يسوع في القرآن يضع يسوع في القرآن عيسى عليه السلام تعريبا باسمه اليوناني إيسوس، ويسميه كذلك المسيح، ويلازم القرآن وصفه بابن مريم عليه السلام، وهو نبي مؤتى بالبينات ومؤيد بالروح القدس. وبشرت الملائكة به مريم بكلمة من الله، ويدعى وجيها في الدنيا والآخرة، وقد جاء بالحكمة. ويذكر القرآن أيضا عددا من أعمال يسوع ومعجزاته الواردة في الأناجيل وأخرى مذكورة في الكتب الميكروويفية، ويشدد القرآن على وصف المسيح بالبشرية، ويشبه بآدم حيث خلقهما الله من تراب ثم نفخ فيهما من روحه. وتشير سورة الأنبياء إلى عذرية مريم عليه السلام وحملها بأمر الله دون وجود ذكر، وتختم بالإعلان أن يسوع وأمه هما آيات العالمين. بيد أن القرآن يرفض ألوهية يسوع ويصفه بعبد الله، ويرفض وصفه بابن الله، كما ينكر صلبه أو مقتله. الإيمان بالمسيح يدخل في الركن الرابع من أركان الإيمان في دين الإسلام، ويعد الإسلام من أنكر نبوة المسيح أو تنقصه أو شتمه كفر. أشير بعض الباحثين أيضا بأن القرآن قد اعترف بشكل غير مباشر بصلب المسيح وبالثالوث، وأن التكفير الوارد لألوهية المسيح في عدد من الآيات تشير إلى إحدى الطوائف المسيحية التي وصمت بالهرطقة في شبه الجزيرة العربية خلال القرن الخامس، ودعيت باسم المريمين للمسيحيين جمعاء، خصوصا أن القرآن قد أشار صراحة إلى الاجتهادات الألوهية المسيحية التي نشأت في القرن الخامس والقرن السادس. سورة يسوع: هذه سورة ليسوع ينزل مائدة من السماء في سورة كما ذكر في سورة المائدة وإنجيل يوحنا. وهذا رسم تركي، وهذه سورة لرسم تركي عثماني
يرجع إلى القرون الوسطى، وقد تم وضع قماش أبيض على وجه عيسى احتراما له في الصورة، حيث أن تصوير الأنبياء ممنوع في الإسلام. وجهة نظر المسيحية حول محمد صلى الله عليه وسلم، يعتبر يوحنا الدمشقي أول من أعطى رأيا مسيحيا عنه، وفي كتابه بنبوء الحكمة اعتبره نبيا كاذبا تأثر بالهرطقة القرطوسية بعد لقائه بالراهب بحيري، واستعمل القرآن لتغطية آثامه، وتعتبر أعماله هي الأساس الذي اعتمد عليه اللاهوتيون الغربيون في انتقاد الإسلام، غير أن النظرة المشرقية لمحمد صلى الله عليه وسلم اتسمت بانفتاح أكبر عندما سأل الخليفة العباسي المهدي بطريق كنيسة المشرق تيموثيوس الأول عن رأيه في محمد صلى الله عليه وسلم، أجاب: كان يمشي على خطى الأنبياء عليهم السلام، كما أثنى تيموثيوس على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه أعدل شعبه عن عبادة الأوثان إلى معرفة الله الواحد، غير أن الصدامات اللاحقة مع المسلمين في الأندلس في فلسطين أدت إلى ظهور تيار مغاري في انتقاد الإسلام. اشتد هذا التيار بعد حروب الأوروبيين مع العثمانيين، خاصة بدأ المصلحين البروتستانيين. وقارن مارتن لوثر محمد صلى الله عليه وسلم ببابا روما من حيث السوء، ووصفه بابن بكر للشيطان. وصف الدفاعيون الكاثوليك محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع القرن العشرين على أنه مصلح اجتماعي، غير أن رسالته انطلقت من فهم خاطئ لليهودية والمسيحية. وأشار إلى بيلوك أحد أبرز الدفاعيين الكاثوليك في مطلع القرن العشرين برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي وضعت مكانه خاصة للمسيح وأمه مريم عليهم السلام، غير أنه اعتبر أنه لم يأتي بديانة جديدة، بل رأى أن الإسلام ارتقى يهودية مسيحية دمجت بها بعض من ديانات العرب. ومنذ انعقاد المجتمع الفاتيكاني الثاني ظهرت أصوات داخل الكنيسات الكاثوليكية تدعو إلى اعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في ظل التقاليد المسيحية، وذلك لخلق فرصة أكبر للحوار مع الإسلام. يشبه من عماري وات محمد بأنبياء العبرانيين في كتابه حقيقة دينية لعصرنا. كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا يمكن مشابهته بأنبياء العهد القديم، على أن وظيفته اختلفت قليلا، فبينما انتقد هؤلاء حياد العبرانيين عن ديانتهم، كان على محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ معرفة الله للأشخاص لم يكن لهم سابق علم بها. وبهذا المنطق تشبه وظيفته وظيفة موسى عليه السلام، حيث تم بواسطتهما نقل شريعة إلهية للشعب الجميع. إلى لقاء آخر إن شاء الله.